مشاهدينا، ولإلقاء الضوء أكثر على الوضع الصحي في نينوى في ظل تدهور هذا القطاع وتلكؤ الحكومة في بغداد في إعادة إعمار المستشفيات، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. مساء الخير دكتور. تحية لك أخي الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. مرحبا بكم دكتور. قرار حكومي بإغلاق المستشفيات الكرفانية في محافظة نينوى، هل تتحمل المحافظة والموصل تحديدا تبعات هذا القرار غلق المستشفيات الكرفانية، أم يعني لم توفر بديل؟ يعني هناك نقد تحذير للمستشفيات والمراكز وكل المؤسسات المبنية من مادة الكرفان أو الساندويتش بانر، ولكن إغلاقها تماما وعدم وجود بديل، كيف يمكن أن يؤثر على سكان الموصل ونينوى؟ قبل الحديث في موضوع المستشفيات الكرفانية أريد أن أبين حقيقة. يعني المستشفيات التي تم إنشائها في العراق في التسعينيات، في بداية التسعينيات، واللي كان نسميه بناء جاهز، اللي هي مستشفى الحبيبية، مستشفى الزهراوي، مستشفى صدام العام اللي كان في الكاظمية، هذه المستشفيات أتذكر الكونكريت الجاهز تقصد دكتور؟ أي بالضبط. هذه المستشفيات أتذكر في عام 2000، في عام 2000 كانت هنالك خطة لإعادة بنائها من جديد من نفس الشركات، اللي هي الشركة اليابانية والشركة اليوغوسلافية اللي سووا المستشفيات. هذا إعادة البناء لأن هذه المستشفيات لها عمر زمني معين حتى تبني أو حتى تعطي نفس القدرة الاستيعابية والإنتاجية والعلاجية للمرضى. المستشفيات الكرفانية هي مستشفيات وقتية أخي العزيز. هذه المستشفيات بناها كان أو إنشائها كان لغرض تهيئة يعني نظام أو تهيئة علاج ومستلزمات لحالة معينة، لحالة إنسانية. يعني دكتور توفير خدمات صحية وطبية لحين بناء المستشفيات الأصلية. بالضبط. هذه مستشفيات مؤقتة. هذه المستشفيات احنا نسويها هنا لما نطلع بعض الاحيان عندنا ممارسه طبيه في احدى المناطق البعيده في بريطانيا، نطلع احنا جماعه طب الطوارئ يطلعون عندنا مستشفيات هذه الكرفانات اللي هي نفس اللي موجود بالعراق، اللي يستخدموها صار لها سنوات او 7 سنوات، هاي نستخدمها لمده يعني اسبوع وانتهى الموضوع، انتهت، راح تسوي لها ريسايكل ويعاد بنائها من جديد ويعاد تعميمها من جديد. هذه المستشفيات الكرفانية يجب أن تنتهي. زين، الفكرة اللي صارت عندنا بالعراق هي أنه هنالك تلكؤ في بناء المستشفيات الأساسية. يعني مستشفى ابن سينا أم 600 سرير لحد الآن لم يتم بنائها. مستشفى بعشيقة اللي هي 200 سرير، ولا مستشفى سنجار، مستشفى مخمور، كلهم على كل وحدة على 200 سرير. انخفض عدد الأسرة في نينوى من 4800 سرير إلى 1600 سرير حاليا. وهذا مع الزيادة السكانية، يعني العراق بصورة عامة الآن 24 مليون. زين، مع الزيادة السكانية في مدينة الموصل اللي ناخذ تحديدا، هذه المدينة تحتاج إلى أن يكون عدد الأسرة فيها أكثر من 5000 سرير. فالمشكلة هي هنالك تلكؤ في الإدارة، في إدارة الأزمات. هنالك وزارة الصحة رفضت بعض المستشفيات ورفضت بعض التصاميم الهندسية لأن هذه اللي تكون ما توافق أو ما تكون موافقة طيب دكتور، هنا بالتحديد حول مستشفى ابن سينا، الجهات الحكومية في نينوى أحالت مشروع مستشفى ابن سينا إلى الإعمار قبل 5 أشهر تقريبا إلى إحدى الشركات بمبلغ وصل إلى 300 مليار دينار عراقي، وظهر السوداني وهو يضع حجر الأساس على هذا المشروع، ثم بعد ذلك تم إلغاء إحالة المشروع وحتى الآن متوقف. هل هو تخبط أم حرص على أن يتم بطريقة صحيحة؟ ما اعرف يعني الجواب على هذا الموضوع، بس انا اتوقع اذا كان هنالك نيه حقيقيه وصحيحه وصادقه في انشاء مستشفى بهذا الحجم وعلى هذا المستوى، على هاي الفتره الزمنيه البعيده، انا اعتبر هنالك تلكؤ اكثر مما هو
جدية في إنشاء. يعني المستشفيات لما تبدي تبني مستشفى، نعم يعني حتى تنشئها هاي المستشفى هنالك تخطيط. لما صارت جائحة كورونا في بريطانيا سوت 4 مستشفيات، سعت كل واحدة منها 4000 سرير، نايت كير هوسبيتالز. هذان المستشفيات 4000 سرير كانوا يستقبلون المرضى مال الكوفيد. او هذا الانشاء هذه المستشفيات لم يتطلب اكثر من اسبوع او 10 ايام، اذا لان هنالك احنا نقول عليها رغبه حقيقيه. دكتور، هذه المستشفيات هل ايضا كانت كرفانيه ام مستشفيات يعني مبنيه بطريقه طبيعيه يعني؟ لا، هذه ما كانت مستشفيات كرفانيه، هذه كانت جملونات كبيره، وهذه الجملونات تم تزويدها بكل الاجهزه الداخليه، وتم اعطائها الى كانوا يسووا لها يسموها سقف ثانوي. نعم. فاصبحت مستشفى يعني 4000 سرير لكل مستشفى، وتم اخذ ستاف من مستشفياتنا احنا يغطوهم للعنايه المركزه. فهذه ما كلفت اكثر من 10 ايام. اذا كانت هنالك اراده حقيقيه او نيه حقيقيه في انشاء هذه المستشفيات، فانها طبعا بالتاكيد راح تكون موجوده. نعم دكتور، جائحه كورونا يعني فرضت نفسها على معظم دول العالم، واتخذوا بالفعل اجراءات طارئه، ولكن 7 سنوات على انتهاء العمليات العسكريه استعاده محافظه نينوى الم تكن كافيه من اجل انشاء مستشفيات نظاميه تخدم اهالي هذه المدينه التي راح ضحيتها 40,000 عراقي؟ هنالك تلاعب في الاموال المخصصه للاعمار في هذه المدينه، وهنالك فساد، وهنالك محسوبيه، وهنالك احزاب، زين هذه كلها تلعب دور. ايضا هنالك مثل ما قلنا، هم قالوا انه هي الكشوفات الهندسيه، طيب كشوفات هندسيه صار لكم 7 سنوات وينها؟ يعني احنا ما نتكلم جانب سياسي نهائي، انا اتكلم جانب انساني. احنا عندنا رساله انسانيه، هذه المدينه او هذه المحافظه تشهد تلكؤ او تشهد نوع من التراجع الصحي في الواقع الصحي في هذه فيها في كل اقضيتها، في كل النواحي مالتها. نعم. فهذا التراجع في هذا الواقع الصحي يجب علينا انه نحاول اعاده الاعمار بصوره صحيحه، واهم الاماكن هي المستشفيات اللي هي تحتاجها المدينه. دكتور، هناك مشكلة أكبر وهي عدم وجود مستشفيات تستقبل المرضى، تدفع المرضى إلى الذهاب إلى بغداد أو محافظات أخرى، ما يرهق كاهل المريض اليوم وعائلته بأن يتكبد مصاريف إضافية النقل ومستشفيات أخرى. هذه الحقيقة كانت أيضا موجودة الحالة لما كنا في العراق قبل الاحتلال، كانوا يجون مرضى من المحافظات الشمالية أيضا. نعم. لعدم وجود يعني كنا في مستشفى ابن نفيس نشوف مرضى يجون مستشفى آزاد مثلا. نعم. الفكرة هي لما يكون ما متوفر، يعني مثلا مريض مثلا محتاج انه عملية قلب، او مريض محتاج عملية صدر، لكن هذه المستشفيات ما تقدر توفر العناية اللازمة اللي هي قبل وما بعد العملية، اذا معناها انه المواطن العراقي يلجأ الى المحافظات يعني الجنوبيه اللي احنا نقول عليها بغداد وصلاح الدين وغيرها، لانه حتى يقدر يحصل الشيء الصحيح او العلاج الصحيح او الرعايه الصحيحه. فهذا الحقيقه هو اثقال على كاهل المواطن العراقي فينا ونوى المواطن الموصلي الذي عانى الكثير ولا زال يعاني بسبب المحسوبيات وبسبب التلاعب وبسبب الفساد الإداري مع الأسف. وتبقى محافظة نينوى هي من تدفع، ومواطنيها من يدفعون الثمن الباهظ للتعمد وتعمد إهمال الحكومة لهم. نشكركم الدكتور عرفان يونس الشمري، أخصائي طب الطوارئ، كنتم معنا من لندن، شكرا جزيلا لكم. تحياتي.